أول مرة بتزوري اللاذقية؟ شو أكثر شي حبيتي فيها؟ شو حبيتي؟ كل شي حلو فيها، ما في شي محدد. هل إحنا هون بريف القرداحة، حبيتي الطبيعة هون؟ إيه طبعاً. حلو، بقيتي شي أكلات لاذقانية أو لسه بعد؟ لا لسه. هلأ بدي إياك تقولي لي كلمة بالحلبي ما معروفة ببقية المحافظات. أبوس شنق وجهك. أبوس شنق وجهك. أبوس شنق وجهك؟ شو يعني؟ هلا ابوس اوكي، وجهك اوكي، شنق مثل يعني بكون وشك مدور مثل الصحن أوكي. فهيك بيقولوها. يا سلام، ساعدي لنا يا ابوس شنق وشك. ابوس شنق وشك. ميرسي. انت من طرطوس؟ بدك تقلنا شيء باللهجه الطرطوسيه بيفهموا باقي المحافظات. شيء باللهجه الطرطوسيه، هلا كلمات معينه بعتقد بتضيع، بتختلف اكثر عن المدينه. هلا انا ساكن بالمدينه بس فيني احكي انه نحن اخر حلف بنشيله من كل جمله. اعطيني مثال لحتى اعطيكي مثال. مثلا اذا بدي اقول انا فراس، اسم شخص فراس، لاقيني على الدوار. فراس لاقيني على الدوار، فنحن بنقول فرا لاقيني على الدوار. هيك يعني بنشيل اخر حرف من كل جمله. اي يعني ما ضروري يكون يا، اي حرف بتشيله. اي حرف فراه. ايه فرا لاقيني على الدوار. الدوار. اكله لاذقانيه حبيتها؟ اكله لاذقانيه حبيتها والله. شوفي يعني في عندهم المناقيش طيبه، مشهورين بالمناقيش هنن يعني، وحتى منقيش منقوشة التنور دوما يعني تاخذها من اللاذقية ومن المناطق الساحلية. حلو، يعني بحلب مانا طيبة هيك؟ كمان طيبة أكيد، الأكل الحلبي لا يعلى عليه، بس يعني كل منطقة ولا هيك فنة ولمسة ولمساتها تماما لمساتها. هلا باعتبار إنك أنت من حلب بدك تقلنا كلمة ما بيفهموها إلا أهل حلب أو هيك مختلفة عن بقية اللهجات بقية المحافظة. تنتين، أول كلمة بقول لك عليها هي اللاستيكة. اللاستيكة هي عبارة عن مطاط اللي بيرتبط فيه أي حزمة، سواء كان عملة أو ممكن أي شيء ممكن يرتبط بحزمة، فهو مطاطة. مطاطة أيوة. شو هي بالحلبي؟ لاستيكة. لاستيكة تمام. وفي كمان بالنسبة بما أنه حلب مشهورة بالأكل لازم نذكر الشغلة، يعني في عنا محلاي اسمها اللقم. لقم هي بغير محافظات اسمها العوامة. العوامة هي اللقم بحلب. تماما ايوه هي اللقم. في عندك مثال سلاتة. شو يعني سلاتة؟ يمكن بتقولوا لها مساحة، هي تبعت يعني نحن بنقول انه بنمسح فيها الارض يعني. بتسلتي. ايوه هي المساحة نفسها يعني. او القشاطة عنا. ايوه قشاطة. بالحلبي شو؟ سلاتة.